بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، إن شاء الله النهاردة هنكمل في تصميم القاعدة المنفصلة بس المعرضة لباي أكسيال مومنت، يعني عليها ام واي وعليها ام مين اكس. إزاي نبتدي نصمم بالنسبة للمومنت؟ طبعا نجيب المومنت إزاي، يعني عليها ام اكس وام واي. في مشكلة إن الاستريسز تحت ماله اتفقنا نون يونيفورم، عند النقطة واحد غير النقطة خمسة غير النقطة ثلاثة غير النقطة، كل النقط دي معرفش عندها الاستريسز. عارف الاستريسز بس هجيب منها المومنت ازاي. فاحنا الاول حاجة بنقول طبعا ده مربع، فنقول ان نفس الكريتيكال سيكشن بتاعي هو هو، يعني سي اي هي سي 2 اي، فبقت بتساوي ايه قيمة سي اي او سي 2 اي، بي ار سي ناقص بي كلهم على 2 على اساس ان هو مربع. هبتدي اخد بقى متوسط للاستريسز بتاع النقط دي، عشان صعب جدا ان انت تحسب المومنت اكزاكت، ممكن بالبرامج بتاعه الكمبيوتر، لكن مبدئيا عشان تجيبها مانيوال لازم هتحسب اف يو ان افريج، اف يو ان 1 زائد اف يو ان 3 زائد 5 زائد 6، 1 و3 و5 و6 اللي احنا جايبينهم في الجدول اللي في البارت السابق. طيب جبت الاستريسز خلاص، ده اعتبرناه ان هو يونيفورم، بقت مساله سهله جدا، يعني الام اي بتساوي الام 2 اي، اف يو ان افريج في 1 في سي اي سكوير على 2، فاقدر اطلع المومنت بتاعي. جبت المومنت يبقى الدبس بيساوي ايه، سي 1 في جذر ام اي على 100 في الاف مين سي يو، يبقى جبت الايه الدي بتاعتي. اجيب التي ازاي، اجمع عليها زائد 7 سنتي، ودي بتقرب لاقرب كام، 5 سنتي بتاعتي، يبقى اقدر اطلع تي ار سي، مع ملاحظه ان انا ما تقلش عن كام، عن 40 سنتي زي ما اتفقنا قبل كده. شكرا.